حلقة جديدة من الجسر نقرب المسافات. وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا جسرنا بيمتد على مستوى العالم كله واينما يكون العرب. اليوم من على ضفاف النيل بمصر ام الدنيا نقدم حلقتنا المليئة بالفقرات المميزة وحلقة طبعا زي ما حضراتكم عارفين في مصر في نشاطات كثيرة واكتيفيتيز كثيرة فمش هنقدر نتكلم كتير في المقدمة ولكن عايزين ندخل على فقراتنا على طول. هيكون معانا النهاردة هنتعرف على منتدى شباب العالم ايه اللي حصل فيه وايه هو منتدى شباب العالم. ايضا هيكون لنا تغطية وكان لنا الشرف ان احنا نكون في سان باتريك كنيسة سان باتريك بالفيفت افنيو في مانهاتن وغطينا الحدث الهام جدا واللي شرف كل لبناني وكل عربي وهو بوجود مكان وتمثال لمار شاربل بالكاتدرائية سان باتريك كاتدرائية في الفيفت افنيو اهم كنيسة في امريكا وقد تكون في العالم كله. كان لنا تغطية هامة جدا هنشوفها ان شاء الله النهاردة في حلقتنا. هيكون ايضا هنتكلم على المتحف المصري الكبير، معرفش اذا كنت حضراتكم تعرفوا عنه ولا المتحف المصري الكبير يمكن ناس كثيرة ما تعرفش عنه هنتعرف عليه اللي هيكون اهم واكبر متحف على مستوى العالم. واخيرا هيكون لنا لقاء في ختام حلقتنا هيكون مع كرة القدم اللي هي بتفرح قلوبنا رغم كل اللي بيحصل في الدول العربية والصراعات والمشاكل ولكن احنا بنفرح اللي بيفرحنا الكرة. واخيرا اخيرا مجدي عبد الغني احتمال يقول خلاص في حد تاني دخل الجول فيكون لنا لقاء اهم جدا مع بطل من ابطال فريق منتخب مصر سنة 1990 ودي آخر مرة كنا فيها في كأس العالم الكابتن هشام يكن. فابقوا معنا حلقتنا النهاردة مليئة وتعجبكم وفقرات كلها أنتوا بتحبوها وأنتوا طلبتوها فابقوا معنا.